القبلة بين الزوجين هي في الأصل الإباحة، ولكن الإنسان عليه أن يتحرى. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل زوجته في رمضان، ولكنه كان يملك إربه كما قالت السيدة عائشة رضي الله عنها، بمعنى ليست قبلة ديال الشهوة. ولهذا كانوا العلماء قالوا واحد قالوا إن 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 قبل وقصد اللذة سواء وجدها أو لم يجدها فقد أفطر. إن قبل ولم يقصد اللذة ووجدها أفطر. إن قبل وقصد اللذة ووجدها أفطر. إن قبل ولم يقصد ولم يجد لم يفطر.